السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم. معاكم زياد هادي، الأستاذ في معهد دراسات موسيقية أستاذ آلة العود والنظريات. أرحب بكم أجمل الترحيب، وأحب أشكركم اليوم حول التفاعل الكبير مع البث المباشر اللي أطلقناه قبل كم يوم، واللي كان له صدى كبير طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك واليوتيوب وأيضا الانستغرام. وأنا أشكر أصدقائي جميعا اللي دائما آزروا هذا البث المباشر وأيضا دعموا البث المباشر. أتمنى منكم على طول أنه تشتركون وتدعون أصدقائكم للبث المباشر، وأيضا تدعون أصدقائكم للقناة، وأتمنى أنه إن شاء الله نكون أتحسن ظنكم. ولولا طبعا تفاعلكم وأسئلتكم إحنا ما نقدر نقوم هذه القناة اللي الحمد لله الاشتراكات زادت أكثر وأكثر. اليوم إحنا عندنا مقام جميل جدا، مقام هو البيات، اللي هو دائما مفرح وبنوع من الحنية والعاطفة. لاحظ أمامكم بالصورة، طبعا هو يتكون من جنس بيات وجنس نهاوند، جنس بيات بالصعود وجنس نهاوند، وينزل نهاوند ثم ثم بيات. الري شوفوه أمامكم بالقرار، ري مطلق رقم واحد، مي كار بيمول إصبع أول على الري، هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة أمامكم فا بين الخطين إصبع ثالث على الري. صول الوتر الرابع اللي هو الخط الثاني أمامكم، ولا إصبع ثاني، ومن ثم سي بيمول إصبع ثالث، ومن ثم دو جواب أمامكم رقم سبعة اللي هو كردان اللي هو الوتر الأخير، ومن ثم الري بالإصبع الثاني على الدو، والنزول كما كنت يصير أمامكم. وطبعا هو مقام أساسي، وأحب أنه أعطيكم الآن بالعود. بعد ما تلاحظون أمامكم الصورة، الآن أمامكم هذا ري، ري مي كار بيمول، هذا الإصبع الأول مي كار بيمول، فا صول لا طبيعي، سي بيمول، دو ري، ري دو سي لا صول دو مي ري. هذا الجنس البيات، ري مي فا صول، جس أمامكم ري فا صول، جس الأول هذا بيات، ومن ثم ينطلق نحو صول لا سي دو ري. الريشة راح أعطيكم إياها، الريشة أسويها مال النوار، صاعد هابط أو سبعة ثمانية، اثنين ثلاثة أربعة، أنت تسويها أسرع، إيش تسويها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد ثلاثة أربعة سلم. أتمنى أنه عرفتوا مقام البيات اللي هو من أجمل المقامات، وأقدر أسمعكم فالشيء بسيط طبعا بصندوق الوصف، موجودة دائما الـ 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 الأشياء والأغاني اللي هي من ضمنها أم كلثوم بلد المحبوب طبعا. و هذا نسمع جزمعهم أغنية جميلة جدا، واللي هي دائما تتحدث عن الروح الشعبية وبلد مصر الجميل وريفهم الجميل ومدنهم الجميلة.
هذا بلد المحبوب. أتمنى أنه كنت تحسن ظنكم في هذا الدرس، وطبعا أتمنى أنه قد وفيت في هذا الدرس، فقط أنه تمريكم يكون بطيء وعلى كيفكم، راح طبعا تأخذون الشيء صحيح ومضبوط. دائما تمرن بطيء ثم سرع. أتمنى من عندكم الإعجاب والاشتراك في قناتي، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.